بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لازلنا في سلسلة دروس للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. إن شاء الله عز وجل اليوم درس الرياضيات، درس التناسبية رقم ثلاثة. تناول التناسبية رقم واحد واثنين. سأترك لكم رابط الفيديو التناسبية الأولى والثانية أسفل الفيديو، وإن كان نفس الأمور اللي تكلمناها سابقا راح تتعاود تتكرر في درس اليوم. المهم، سنقوم بحل التمرين الأول من درس التناسبية في الكتاب المدرسي أكتشف، اللي هي موجودة في الكتاب المدرسي، التناسبية رقم ثلاثة. سنقوم بشرح طريقة الحل كما فعلنا في الفيديوهات السابقة. المهم، المسألة ولا الوضعية لم ندرينها في الكتاب. اشترى أمين من متجر أربع هلاليات بستون دينار جزائري، واشترت ليلى من نفس المتجر خمس هلاليات بخمسة وسبعين دينار جزائري. كم سيدفع أمين لو اشترى ستة هلاليات؟ كم سيدفع ليلى لو اشترت سبع هلاليات؟ كم سيدفع رائد لو اشترى ثلاث هلاليات؟ طيب، قلنا التناسبية طريقة حلها عندنا طريقتان: طريقة الجدول، استعمال الجدول، وضع المعطيات في الجدول، استخراج معامل الجدول أو معامل التناسبية، وبعدها يفتح التلميذ أو يجيب عن الأسئلة عن طريق الجدول. وعندنا الطريقة الثانية اللي شرحناها في الفيديو السابق، هي طريقة العملية الثلاثية، الطريقة الثلاثية أو العملية الثلاثية. المهم، راح نحلوا هذا الوضعية ولا هذه المسألة بكلا الطريقتين أو بكلتا الطريقتين، طريقة الجدول ومعامل التناسبية وطريقة الطريقة الثلاثية. طيب، أول خطوة نحلوها طريقة الجدول. قلنا التلميذ خاصة عندما يكون عنده أسئلة بزاف، كم سيدفع كذا، كم سيدفع كذا، كم سيدفع كذا، تكون أسئلة متعددة، يصنع جدول التلميذ. أول حالة يصنع جدول. طيب، المعطيات اللي عندنا الهلاليات، وعندنا الثمن، عدد الهلاليات والثمن. عدد الهلاليات وهنا الثمن، هذا ما كان، ونقسمهم إلى الأحساب واش راه عندنا في الجدول. طيب، أول معطية راهو عطيها لي في النص، أول معطية قال لك اشترى أربع هلاليات بستين دينار، أربع هلاليات بستون دينار جزائري. كذلك عندي معطية أخرى، مادام أنه ليلى وأمين وشراو من متجر واحد والثمن واحد، ممكن نديرهم في كامل في جدول واحد. لو كانت ليلى اشترت من متجر آخر بثمن وأمين من متجر آخر بثمن آخر، ما يكونوش في نفس الجدول، يولي كل واحدة وعنده جدول تاعها. صح، مادام أنه المتجر واحد وثمن واحد نديرهم كامل في جدول واحد. وليلى اشترت من نفس المتجر خمس هلاليات 75، خمس هلاليات 75 دينار جزائري. أول خطوة، أول خطوة نستخرج، أستخرج معامل التناسبية، ولا نسميه ولا معامل الجدول. إلى طالي هو جدول مرسوم ورسم الجدول، نسميه معامل الجدول ولا نسميه معامل التناسبية. معامل التناسبية شندير، في المعطيات اللي اعطاها لي نقسم العدد الكلي ولا العدد الكبير باش يفهم التلميذ اكثر، نقسمه على العدد الجزئي.
العدد، الجزء هو العدد الصغير. طيب معناه هنايا نجمو خرجوا 60 تقسيم 4، 60 تقسيم 4 تساوي 15. نفس الشيء نجم نخرج معامل تناسبية من خلال معطيات ليلى، 75 تقسيم 5 تعطيني كذلك 15. إذن معامل التناسبية هنايا هو 15، معامل التناسبية هو 15 اللي هو ثمن هلالية واحدة. ثمن هلالية، هلالية هنا اللي جو على شكل هلال اللي هو كرواسون، كرواسون هو الهلالية. ثمن هلالية واحدة 15 دينار هو معامل الجدول. صح، خرجت معامل تناسبي ولا معامل الجدول. الآن كيف نحسب؟ لإيجاد العدد، لإيجاد العدد الجزئي، لإيجاد العدد الجزئي اللي هو عدد الهلاليات، عدد الهلاليات اللي هو عدد الهلاليات، نقسم على معامل التناسبية. هنا هي قسمة صح، لإيجاد العدد الكلي، لإيجاد العدد الكلي هذا تحتاني اللي هو الثمن. هنايا اللي هو الثمن هنايا نضرب في معامل تناسبية، هنايا عملية الضرب. لإيجاد الثمن وهو العدد الكلي نضرب في معامل تناسبية، والعكس لإيجاد العدد الجزئي ولا هو عدد الهلاليات نقسم. باش نصيب هذا نضربه في معامل تناسبية، وباش نصيب هذا نقسم هذا على معامل تناسبية، وهكذا عدد الجزئي وعدد الهلاليات نقسم، وباش نصيب العدد الكلي نضرب. طيب الآن جدول راه فارغ. الأسئلة، كم سيدفع أمين لو اشترى 6 هلاليات؟ معناه هنايا 6 هلالية الثمن تاعهم مش عاد. كم ستدفع ليلى لو اشترت 7 هلاليات؟ 7 هلاليات الثمن تاعهم مش عاد. كم سيدفع رائد لو اشترى 3 هلاليات؟ الثمن تاعهم مش عاد. طيب هما من المفروض كانوا ينوعوا، كانوا يعطوا الثمن يحوسوا العدد، المهم هما عطاو منا كامل العدد ويحوسوا كامل، يحوسوا كامل غير على العدد الكلي اللي هو الثمن، معناه الضرب. هنا يا الضرب 6 نضربها في معامل تناسبية، 6 في 15 نصيب الثمن، 6 في 15 تخرج لي 90 دينار جزائري، 7 في 15 تخرج لي 105، وثلاثة في 15 تخرج لي 45. وانا صح باش نشيب العدد الكلي هذا السفلي اللي هو الثمن، هذا اللي راه عندي نضرب في معامل تناسبية، وكان اعطاني العكس اعطاني الثمن ونحوش على العدد الثمن نقسمه على معامل تناسبية نصيب العدد. معامل تناسبية كيفاش نخرجه؟ نقسم العدد الكلي اللي هو الثمن على العدد الجزئي اللي هو عدد الهلاليات نصيب معامل تناسبية. وكرنا حلينا جاوبنا على 3 أسئلة، ثمن 6 وثمن 7 وثمن 3 هلاليات، هكرنا حليناه بطريقة معامل تناسبية. طيب نفس الشيء نكملوا. لغرض إعداد حفلة اشترى أمين من المتجر
هلالية واحدة لكل زميل من زملائه من القسم الذي يتكون من 33 تلميذ، معناه زاد شرى 33 هلالية. حفلة اشترى 33 هلالية لكل تلميذ، معناه شرى 33 هلالية. نفس الشيء نديروها في نفس الجدول، 33 هلالية. راح نحوسوا على الثمن تاعها شحال، ما هو الثمن الذي دفعه ل 33 هلالية؟ نفس الشيء، راه عندي معامل تناسبية وراه عندي معامل الجدول، زاد شرى 33 هلالية. كيف كيف باش نصيب العدد الكلي ولا الثمن؟ 33 في 15 اللي هو معامل تناسبية تخرج لي 495. 495 دينار جزائري. أنا حلينا المسألة كامل بطريقة الجدول ولا بطريقة معامل تناسبية. طيب الجدول نخلوه بنشوفه إذا كنا صحاح ولا كنا خطأ. الآن راح نحل المسألة بطريقة أخرى. راح نحل المسألة بطريقة أخرى اللي هي الطريقة الثلاثية. الطريقة الثلاثية. طيب اشترى أمين من متجر أربع هلاليات. أربع هلاليات. ثمن تاعهم 60 دينار جزائري. 60 دينار جزائري. ليلى خمس هلاليات بخمسة وخمسة وسبعين دينار جزائري. نفس الشيء. طيب الآن كم سيدفع أمين لو اشترى ستة هلاليات؟ هذا أمين. أمين كم سيدفع أمين لو اشترى ستة هلاليات؟ الآن ستة هلاليات الثمن تاعهم راه مجهول. راح نحوس على الثمن تاع ستة هلاليات. الطريقة الثلاثية شرحناها. الآن هذا ماذا يساوي؟ هذه علامة الاستفهام اللي هو ثمن. ثمن هذا ماذا يساوي؟ يساوي نضرب كل معلومات متقابلة، نضرب ستة في ستون ونقسم على العدد اللي راه وحده، اللي راه وحده ما عندوش شيء قابله، هذا في هذا ونقسم على أربعة. ستة في ستون ونقسم على أربعة تخرج لي 90. 90 دينار جزائري. هذه هي الطريقة الثلاثية. وأمين اشترى ربعة بستين دينار جزائري، قال لك كم يدفع لي؟ ستة. طريقة ثلاثية، هذا نضربه في هذا لأنهم متقابلين، ومن بعد اللي يصيبون نقسم على هذا. ستة في ستون تقسيم أربعة نتحقوا منها. ستون في ستة، ستة في صفر صفر، ستة في ستة، ستة وثلاثون، 360 تقسيم أربعة، تسعة في أربعة، ستة وثلاثون، صفر صفر، صفر في أربعة، 90 صحيح. هنا 390 صحيح. هذه الطريقة الثلاثية، كل متقابلا معلومان ونقسم على اللي راه باقي وحده. هذا أمين، كم سيدفع أمين لو اشترى ستة ثلاثة؟ روحوا الليلة. ليلى. ليلى. ليلى اشترت خمس هلاليات، وما نفس الشيء. نجمو نخلو معطيات تاع امين. معليش. خمس هلاليات ب 75 دينار جزائري. قال لك كم ستدفع ليلى لو اشترت سبعة هلاليات؟ الآن سبعة هلاليات شحال الثمن تاعها؟ ثمن مجهول هنا. هذا الثمن اللي راه مجهول يساوي اللي هي الطريقة الثلاثية. نضرب ونقسم كل متقابلا معلومة، هذا مع هذا راه معلومان. إذا سبعة في خمسة وسبعين. سبعة في خمسة وسبعين هذا نضربه في هذا ونقسم على اللي راه كاين وحده، وهذا ما كاين وحده، نقسم على خمسة. خمسة وسبعين في سبعة ونقسم على
خمسة تخرج لي 105 أكيد دينار جزائري. هذه الطريقة الثلاثية إذا ما صنعناش الجدول. سؤال ثالث، كم سيدفع رائد لو اشترى ثلاث هلاليات؟ الآن رائد رائد نحبوا نطبقوه على معطيات أمين، نحبوا نطبقوه على معطيات ليلى كما نحبوا، نطبقوه على أمين وعلى ليلى كيف كيف. أمين 4 هلاليات اشتراهم 60 دينار، ومن بعد قال لك رائد لو اشترى ثلاثة هلاليات، شحال ثمن تاعهم؟ راه مجهول. هذا المجهول يساوي ثلاثة، قلنا كل معلومان نضربوهم، هذا معلوم وهذا معلوم، ثلاثة في 60 ونقسم على اللي راه وحده نقسمه على 4، ثلاثة في 0 ثلاثة في 6 18 نقسم على 4، 18 تقسيم 4، 4 شو عدد اللي نضربه في 4 يعني 18 مكاش كاين 4، 4 في 4 16، 18 ناقص 16 تبقى 2، نزلوا الصفر، 20 تقسيم 4 تساوي 4، 5، 5 في 5 في 4 20، 45 دينار جزائري، وحنا أصلا صبنا 45، صحيح. طيب هنايا حسبنا ثلاث هلاليات رائد تحت معطيات تأمين، الآن نطبقوها تحت معطيات ليلى باش نبينوا بلي تخرج لك صحيحة، كيما تحب تطبقها طبقها، نطبقوها على هذه ولا على هذه كيف كيف، هذه تأمين وهذه ليلى. ليلى اشترت 5 هلاليات 75 دينار جزائري، قال لك كم سيشتري رائد؟ 3 هلاليات الثمن تاعها شحال؟ نفس الشيء حين نحوسوا على هذا، 3 في 75 ونقسم على اللي راه وحده على 5، 75 في 3، 3 في 5 15، 3 في 7 21 وال1 22 نقسمها على 5، 4، 4 في 25 22 ناقص 20 تبقى 2، نزل 5، 25 تقسيم 5 تساوي 5، 5 في 5 25 حسبنا 45، نفس النتيجة 45 45، هذه الطريقة الثلاثية. طيب السؤال الأخير نفس الشيء اللي هي 33 هلالية، نحلها بالطريقة الثلاثية كما نحب، نحب نطبقها مع معطيات ليلى ونحب نطبقها مع معطيات أمين، نطبقها مع معطيات أمين. أمين اشترى 4 هلاليات ثمن تاعهم شحال؟ 60 دينار، بعدين داروا حفلة وراح اشترى 33 هلالية، 33 هلالية شحال ثمن تاعهم 33؟ هذا اللي راح نحوس عليه. طيب الطريقة الثلاثية تقول هذا الثمن اللي راح نحوس عليه يساوي كل متقابل المعلومة نضربهم، هذا كاين وهذا كاين وهذا مكاش، هذا راه وحده ما يقابلو والو، وهذا يقابلو هذا، هذا نضربه في هذا، 33 في 60 ونقسمهم على اللي راه وحده على 4، وأكيد أكيد راح تخرج لي 495 ماذا؟ دينار جزائري. طريقة الجدول ومعامل تناسبية والطريقة الثلاثية هاي ويدا. طيب الآن نمر للوضعية الثانية وللمسألة الثانية، المسألة الأولى اللي حلنا كانت في أكتشف، الآن المسألة هذه راهي في أنجز وهذه فيها تنوع لذلك حبيت نزيد نحلها. مسألة تقول الوضعية تقول قطعت سيارة مسافة 425 كيلومتر في 5 ساعات، ما هي المدة اللازمة لقطع 255 كيلومتر، وما هي المسافة التي ستقطعها في 7 ساعات؟ المهم نحلوها بطريقة الجدول ومعامل تناسبية ونحلوها بالطريقة الثلاثية. أول خطوة نبدأ بالجدول، لاحظ
طيب عندي المسافة وعندي المدة. المسافة اللي هي بالكيلومتر، وعندي المدة اللي هي بالساعات. طيب المعطيات اللي اعطاهم لي في الجدول شنو اعطاني؟ انه قطعت 425 425 كيلومتر في مدة 5 ساعات. معامل التناسبية. كيفاش نخرج معامل التناسبية؟ معامل التناسبية يساوي، شنو قلنا يساوي؟ قلنا يساوي العدد الكلي قسمة العدد الجزئي. لاحظ العدد الكلي في المسألة اللي درناها هو الثمن، كان الثمن، والعدد الجزئي كان عدد الهلاليات. هنا العدد الكلي هو المسافة اللي هي بالكيلومتر، والعدد الجزئي هنا هو المدة. إذا معامل التناسبية هنا شنو يساوي؟ يساوي 425 تقسيم 5. نحسبوها 425 تقسيم 5، 2 و 4 تقسيم 5 ندو 42، 42 8، 8 في 5 40، 42 تقسيم ناقص 40 تبقى لنا 2، ننزلوا ل 5، 5 5 في 5 25 معناه 85، هو معامل تناسبية. معامل تناسبية هنا هو 85. طيب الآن نقسم الجدول تاعي ونخليه فارغ. لإيجاد، قلنا لإيجاد العدد الكلي هنا اللي هو المسافة، هذا مسافة، لإيجاد العدد الكلي، لإيجاد العدد، العدد الكلي يختلف من مسألة من مسألة. هنا طاح لي في المسافة، المسألة السابقة طاح لي الثمن، كل مسألة ويختلف. لإيجاد العدد الكلي نضرب في معامل تناسبية، ولإيجاد العدد الجزئي اللي هو هنا المدة، وهو المسألة السابقة كان عدد الهلاليات، نقسم على معامل تناسبي. طيب باش نصيب هذا تحتاني عدد الكلي هذا وعدد الساعات نضرب في معامل تناسبية، وباه نصيب هذا نقسم على 85. باش نصيب التحتاني نضرب في 85 اللي هو معامل تناسبية، وباش نصيب الفوقاني نقسم على 85. طيب الآن نشوف الأسئلة شرع يقول لي ما هي المدة اللازمة لقطع 255؟ 255 كيلومتر هي المسافة، نديرها هنا 255 كيلومتر. طيب السؤال اللي بعده، ما هي المسافة التي ستقطعها في 7 ساعات؟ الحالة الثانية أعطاني الساعات، هنا نحوس على هذا وهنا نحوس على هذا. سهل. طيب الأولى راح نحوس على العدد الجزئي، عدد الجزئي هذا، عدد الجزئي اللي هو هنايا المدة، معناه نضرب في معامل تناسبية، معناه العدد الجزئي معناه نقسم 255 نقسمها على 85، 255 نقسمها على 85 تعطيني 3. معناه المدة اللازمة لقطع 255 كيلومتر هي 3 ساعات. السؤال الثاني، ما هي المسافة التي ستقطعها في 7 ساعات؟
في 7 ساعات كم يقطع المدة ولا المسافة؟ لإيجاد المسافة واللي هي العدد الكلي نضرب في 85، 7 في 85 تعطيني 595. 595 المسافة التي ستقطعها في 7 ساعات هي 595 كيلومتر. راني حليتها عن طريق الجدول وعن طريق معامل تناسبي. طيب الآن نحلها بالطريقة الثلاثية. نخلي الجدول الآن راح نحلها بالطريقة الثانية اللي هي الطريقة الثلاثية. طيب الطريقة الثلاثية نحط المعطيات في رسم تمثيلي ثلاثي كما قلت. المعطيات اللي أعطاها لي 425 كيلومتر. شحال قطعوا فيها؟ في 5 ساعات. 5 ساعات. السؤال الأول، ما هي المدة اللازمة لقطع 255 كيلومتر؟ المهم في هذا نحط كيلومتر في كيلومتر والساعات في الساعات، ما نحطش 255 تحت هذه، لا لا، تجي تحت هذه 255 كيلومتر، تجي تحت هذه، تقابلها مكاش. هذا هو المجهول اللي راح نحوس عليه. الطريقة الثلاثية شا تقول؟ هذا المجهول اللي راح نحوس عليه يساوي عدد في عدد تقسيم عدد، كل متقابل المعلومة هذا يقابله مجهول مكاش، وهذا يقابله معلوم، معناه هذا في هذا 255 نضربها في 5 ونقسم على 425، نصيب أكيد وحتما نصيب 3 اللي هي 3 ساعات، ونتأكد منها قبل ما نحل المسألة. هنا يا هذا 3 ساعات. المدة اللازمة هي 3 ساعات بالطريقة الثلاثية، 255 في 5 تقسيم 425 نصيب 3 ساعات. السؤال الثاني، نحله كذلك بالطريقة الثلاثية. ما هي المسافة التي ستقطعها في مدة 7 ساعات؟ نعاود لي دوني اللي أعطاهم لي ولا المعطيات؟ 425 كيلومتر تقابلها 5 ساعات. السؤال هذا الأول اللي حليته أعطاني الكيلومتر، أعطاني هذا وحوس على مدة الساعة. الآن العكس، ما هي المسافة التي ستقطعها؟ الآن راح نحوس على هذا اللي تقابله في 7 ساعات. يتغير الشيء. الآن هذا المجهول ماذا يساوي؟ نفس الشيء الطريقة الثلاثية، يساوي عدد في عدد تقسيم عدد، كل متقابل المعلومة نضربهم، هذا قبله 5 ساعات، لا لا، هذا قبله هذه، معناه هذا نضربه في هذا، هذا نضربه في هذا، معناه 425 نضربها في 7 ونقسمها على اللي راه وحده على 5، وأكيد أكيد أكيد راح تخرج لي 495 كيلومتر. هذه الطريقة الثلاثية، إما نحل بهذه إما نحل بالجدول والمعامل التناسبي. بارك الله فيكم. في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو. لمن لديه سؤال أو استفسار أو أي شيء فليتركوا لي في التعليقات. سأترك لكم رابط الفيديوهات السابقة التناسبية أسفل الفيديو ولا أعلى عن طريق إشارات صغيرة هذيك. بارك الله فيكم. رجاء رجاء الاشتراك في القناة بالضغط على كلمة أبوني حتى يعطينا دعم واستمرارية. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.